ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، وكذلك ورد مثل ابن عباس رجع عن هذا. ابن عباس كان يرى أنه ما فيه ربا إلا في النسيئة، وأما الفضل فهو جائز، لكنه رجع عن هذا وصار مع الإجماع على التحريم. نعم، لما تبينت له الأحاديث تراجع. نعم.